في ذات السياق، استعرض الكاتب الاقتصادي عبد الله العالمي في نشرة إخبارية سابقة استعرض العديد من التحديات الحالية التي تواجه العالم والمؤشرات الخاصة بالمخرجات المتوقعة لهذا الحدث العالمي والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية. التحديات تكمن طبعا في الوضع في الشرق الأوسط، التحديات أيضا تكمن في ارتفاع أسعار الطاقة، التحديات تكمن في نريد أن نفكر كيف نتعامل في المستقبل مع الأزمات المترابطة. لدينا اليوم أستاذ العديد من هذه الأزمات، فهذه هي الأشياء التي يتحدثون عنها اليوم، وأعتقد أيضا أنهم سيتحدثون عنها غدا بالنسبة لموضوع التحديات. رأينا اليوم أن بعض يعني المخرجات أو بعض الدلائل تشير إلى بعض المخرجات في البيان النهائي. يعني على سبيل المثال، السعودية تقدمت بمشروع لإنقاذ 370 مليون طفل حول العالم، نريد دعم الحوار العالمي، أعتقد هذه أيضا ستكون إحدى المخرجات. هذا المؤتمر سيعيد في رأيي رسم مسارات التنمية في جميع الدول المشاركة.